مساء الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير. لا تنسوا اشتراككم في القناة اللي بتحبكم بكم قناة الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير. النهاردة موضوعنا هو استغاثة عاجلة من الطالبة جيسيكا إيليا شوقي، بتقول مستقبلي هيضيع. طب ليه يا جيسيكا مستقبلك هيضيع؟ الطالبة بتستغيث من محافظة المنيا، هي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ولرئيس الجمهورية الأب الحنون بسبب رفض قبولها لهذا العام الدراسي بسبب التنسيق. الكلام بيتكلم وبيقول إن إحنا بتقول وكانت البداية إن الطالبة جيسيكا إيلي شوقي أنور من قرية المحرس مركز منلاوي جنوب محافظة المنيا حصلت على شهادة الثانوية العامة لسنة 2020 بدرجات كاملة في كل المواد إلا الفيزياء، فقد حصلت على درجة فيها على 30 من 60. فقمت بإجراء تظلم واتضح لي إن الدرجة الفعلية لي هي 27 وليس 30، ومعنى هذا إنها رسبت في هذه المادة. وقالت جيسيكا إنها كانت تريد أن تعيد العام بالكامل، وطلبت من المسؤولين بالمدرسة أنها لا تريد الثلاث درجات الرأفة اللي حصلت عليها، وأنها تريد أن ترسب في هذه المادة حتى يتسنى لها أن تعيد العام كاملا. وأضافت جيسيكا إن تظلمها ده لم يقبل، وعليه ذهبت إلى مكتب التنسيق وقدمت الرغبات، ولكن بعدها جاءها اخطار بأن التظلم اللي قامت بيه تم قبوله، ومن ثم سيتم حذف اسمها من مكاتب التنسيق وستقوم بإعادة السنة على هذه المادة. وعليه قامت جيسيكا بإعادة العام ونجحت وحصلت على شهادة عام 2021، لتفاجأ بعد ذلك عندما كانت تقوم بتقديم الرغبات وفق تنسيق هذا العام وبرقم الجلوس الجديد أن اسمها يتم رفضه في جميع المواقع. وعندما سألت عن هذا الأمر قالوا لها بسبب أنها قدمت بالتنسيق عن العام الماضي. نطلب من الله أن يحقق لها أمانيها. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم